هذه الكرة. دائما حديث من ريال ورفقائه مع الحكم. شوف هذه الركلية جانبية خارج المرمى، خارج الإطار. ضمن سعود كانوا يحتجوا على مسك القميص من طرف وهي إشارة واضحة في هذه اللقطة. سعدية ستيل ايجودي ماهوش متعود انه يطلع فعلا فيه مسك من القميص، لا يظهر الا بالكاميرا التي وراء أرضية أو وراء الميدان. إذا لقطة غابت عن الحكم حوسني يافارو. خذيرية كرة طويلة أمامية، قروي يرتكب الخطأ لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب، أفضلية اللعب لفريق الشبيبة. لكن تسترجع الكرة من جانب الفاق سطيف إلى التماس. الدقيقة الأخيرة، دقيقة وبضعة ثواني، عناصر الشبيبة تسابق الزمن. ريال خاطئ هذه الكرة من ريال. زرارة يراوغ، زرارة إلى فراحي باتجاه القرع، منطقة فارغة. لكن عودة صدقاوي بالعمري، شوف بالعمري احتفظ بالكرة عوض أن يمرر الكرة بأسرع من هذا الوقت، ثم طويلة ضايعة تسمح لدلهوم لاستعادة هذه الكرة. كرة تضيع من الجانبين في وقت قصير جدا. بالعمري يسلي، طويلة هذه الكرة من يسلي داخل منطقة العمليات، رأسية بالزيوان، ينتظر كثيرا يبوسي. يبوسي يتمكن من معادلة النتيجة في وضعية مناسبة جدا. يبوسي في الدقيقة الأخيرة يعادل النتيجة بعد ما وصلت الكرة في ظروف مواتية. يبوسي وجها لوجه مع خضيرية يعيد الأمور إلى طبيعتها وإلى بدايتها ويعادل النتيجة. قلت في الثواني الأخيرة، وعزين الجودي يؤمن بكامل حظوظه ويقول أنه فيه وقت متبقي. نعم، خمس دقائق من الصعود، كل شيء ممكن.